تعرف تعمل الحركة دي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. بص يا برنس، أول خطوة دي هي أهم خطوة في الديكور ده، تمام؟ هنحتاج فيها كرتونة زي دي، وهنحتاج قلمين رصاص طوال زي دول. بالنسبة للكرتونة هنعرف ازاي الأول بنعملها كده، وبعد كده أقول لك هتستخدم القلمين دول ازاي. هتجيب حتة كرتونة مستطيلة زي دي، العرض بتاعها 30 سنتي والطول 25 سنتي، وهتيجي من فوق كده وهتحط نقطة من على اليمين بعد 10 سنتي، وبرضه من على الشمال هتحط نقطة بعد 10 سنتي. وبرضه من تحت هتحط نقطة من على اليمين بعد 10 سنتي، ومن على الشمال برضه بعد 10 سنتي. بعد كده هتحط نقطة في نص الضلع ده بالظبط، ونقطة في نص الضلع ده بالظبط. الضلع ده 25 سنتي، يعني النقطة هتبقى بعد 12 سنتي ونص. بعد كده هتوصل النقطة دي بالنقطة دي، والنقطة دي بالنقطة دي، والنقطة دي بالنقطة دي، والنقطة دي بالنقطة دي. بعد كده بالقطر أو المقص وهتفرغ الأربع مثلثات دول. ده كان بالنسبة للكرتونة. بالنسبة للقلمين هتحطهم فوق بعض كده، وهتجيب شريط عزل زي ده وهتلزقهم في بعض، هتلزقهم جامد في بعض كده لحد ما يكونوا بالشكل ده كده. عايز تستخدم قلم وتجيب عصاية طويلة وتعمل بيها كده، تمام. عايز تستخدم قلمين براحتك، احنا اللي يهمنا القلم اللي فوق. بص يا سيدي، أول خطوة بتبقى عاملة ازاي؟ طبعا هنشتغل بالكرتونة والقلمين اللي احنا عملناهم، والمعتاد اللي احنا بنعمله دايما ان احنا نحط الكرتونه كده على الحيط ونعلم حواليها لحد ما نخلص الجنب كله. بس احنا النهارده مش هنعمل كده، النهارده مش هنثبت الكرتونه كلها على الحيط، النهارده هنثبت جزء من الكرتونه على الحيط. يعني هنشتغل والكرتونه عامله كده، كده احنا ثبتنا الجزء اللي بس على الحيط والباقي الكرتونه مرفوعه، وهنعلم حواليها بالقلم. علشان نشتغل بالطريقه دي وما نتوهش في الجنب، نشتغل بشكل مظبوط، هنشتغل بشكل اعمده. يعني مثلا عملنا اول واحده من فوق، هننزل بالعمود ده كده لحد ما نخلصه لحد اخر الجنب، هنشتغل في العمود اللي جنبه بنفس الطريقه لحد ما نخلص الجنب كله. ركز معايا كده، ولو في اي ملاحظ هقول لك عليها وانا شغال. شوف اول واحده مثلا، هنرفع الكرتونه هنخليها ثابته من هنا كده بس. يستحسن لما تيجي تثبت الكرتونه كده اول علامه تعلمها اللي هي المكان الثابت. المكان الثابت ده تعلمه كده الاول بالقلم، علشان الكرتونه لو تاهت منك هتعرف تثبتها على المكان اللي انت علمت عليه. انا مش عارف هي القلم الرصاص باين في الكاميرا ولا لا، بس لو تلاحظ هتلاقيها زي ما تكون الاسطمبه مقلوبه كده شويه. هتيجي في الاسطمبه اللي تحتيها برضو المفروض ان هي تبقى كده، احنا هنخليها كده. خد بالك بقى من حاجة مهمة قوي، لما تيجي تحدد بالقلم ما تخليش القلم عامل كده، خلي القلم واقف كده على الحيط مستقيم كده. لو خليته مايل كده الاسطمبة تطلع بايظة معاك، زي ما حصل معانا دلوقتي، حصل فيه خطين من هنا اهو. انما لو ظبطت القلم مش هيحصل معاك الغلط ده.
على فكرة أي أخطاء تحصل معاك ممكن تصلحها بالأستيك عادي. لما علمنا الاسطمبة دي لقيناها طلعت فوق الاسطمبة اللي فوق، هتسيبها زي ما هي كده بس هتمسح الجزء المتبقي من الاسطمبة اللي فوق. انت في الاول تثبت الكرتونه كلها كده على الحيط، وبعد كده بقى تشوف انت عايز تثبت انهي جزء، عايز تثبت الجزء ده، الجزء ده، الجزء اللي تحت ده تثبته كده. حاول تعلم علامة صغيرة كده على الجزء اللي انت ثبته في الكرتونة عشان هنحتاجه بعد كده. على فكرة ممكن تحط الكرتونة على الاسطمبة، يعني مش لازم تحتيها، ممكن تحطها فوق كده. انا قللت الاضاءه شويه عشان التخطيط يكون واضح، تمام؟ كده خلصنا اول عمود، هنعمل تاني عمود بنفس الطريقه. وعايز اقول لك ان انت لازم توسع خيالك على قد ما تقدر، الديكور ده لازم توسع فيه خيالك على قد ما تقدر، وسع خيالك. زي ما انت شايف كده مفيش اسطمبه لازقه في الثانيه، مفيش اسطمبه مظبوطه، مفيش مقاسات تشتغل بيها، اسطمبه راكبه على اسطمبه، اسطمبه بعيده عن اسطمبه، الديكور ده يعني فكره بره الصندوق شويه. فوسع خيالك على قد ما تقدر واشتغل بفن، تمام؟ طبيعي ان القلم يشخبط شويه، طبيعي ان انت تغلط، مفيش اي مشكله، اغلط براحتك وشخبط براحتك. وزي ما قلت لك اي غلط تغلطه بالقلم بحته استيكه صغيره كده نظيفه وامسح الغلط. زي ما قلت لك لو في اسطمبه جات على اسطمبه ما ينفعش تخلي الاتنين متعلمين، لازم تلغي حدود واحده داخل واحده. يعني مثلا انا هنا لغيت حدود دي داخل دي، وعايز الغي حدود دي داخل دي مفيش مشكله، بس اهم حاجه تلغي واحده. في نقطه تانية عايزك تاخد بالك منها، احنا كنا قايلين ان احنا هنثبت الكرتونه بشكل مظبوط، وبعد كده نثبت ضلع من اضلاعها، وبعد كده نعلم حواليها، تمام؟ طيب في حاجه كمان ممكن تعملها، ممكن تلف الكرتونه كده. يعني انت مش شرط ان انت تظبط الكرتونه وبعد كده تثبت ضلع وتشتغل، لا، ممكن تلف الكرتونه كده وتثبت ضلع من الاضلاع وتشتغل. ما تحاولش تخلي الجنب فيه تشخبطه كتير بالقلم الرصاص، حاول تخلي الجنب نضيف على قد ما تقدر. طبعا بعد ما بتخلص الخطوه دي بتبتدي تنظف الجنب من اي رصاص زياده، اي رصاص باين، اي رصاص مسحته بالاستيكه ولسه باين منه على الجنب، لو مثلا الجنب اللي انت شغال عليه فاتح، في اي بهدله حصلت منك بالقلم الرصاص وانت مسحتها بالاستيكه ولسه باينه، بتنظف الجنب من اي رصاص زي ده باللون الاساسي بتاع الجنب اللي انت شغال عليه. اللون اللي انت بتخطط عليه ده لازم يبقى معاك منه شويه، علشان لو في اي بهدله حصلت زي ما بقول لك كده تنظف الجنب قبل ما تشتغل في الخطوه الثانيه، عشان الجنب بعد ما يتشطب يبان معاك ان هو نظيف وما فيهوش اي حاجه من الرصاص باينه. بعد ما بتخلص الخطوه دي هيظهر معاك فواصل صغيره كده ما بين الاسطمبات اللي احنا عملناها دي. الفواصل دي احنا عايزين نعملها باللون الاسود، وفي كذا طريقه عشان تعملها باللون الاسود. ممكن تشتغل بايدك على طول بالفرشه، وممكن تلزق عزل حوالين الفاصل وتدهنه وبعد كده تشيل عزل، وممكن تجيب سكينه معجون زي دي تحطها كده على حدود الفاصل وتشتغل بالفرشة وبعد كده تشيل السكينة، ودي أفضل طريقة واللي أنا بفضل بيها.
بالمناسبه عايز اقول لك ان الفواصل دي لازم تتعمل باللون الاسود، ما ينفعش تعملها باي لون تاني. برضه يا باشا بعد ما تخلص الخطوه دي برضه لو في اخطاء في الجنب حصلت بالاسود، في اي حاجه باظت بتصلحها برضه باللون الاساسي بتاع الجنب. حاول على قد ما تقدر كده طول ما انت شغال تنظف الجنب وتخليه نظيف.